بالأخص يوم الاثنين بدهم يدخلوا يعني المستوطنين ويدنسوا، كل إنسان يستطيع أن يصل إلى المسجد الأقصى أن يرابط أن يصلي، كبير وصغير، ذكر أو أنثى، وعلينا أن ندافع عن المسجد الأقصى. توعية ابني وابنك، بنتي وبنتك، شو هو المسجد الأقصى، كيف بيعملوا على تهويده، كيف بيعملوا على تقسيمه، كيف بيخططوا لهدمه، بناء الهيكل المزعوم، هذا واجب ديني وواجب وطني.